مساء الخير واهلا بحضراتكم مستمعينا. زي كل سنه ضيفنا النهارده واحد من نجوم رمضان 2022، من الفنانين اللي ماشيين بخطوات ثابته الفتره الاخيره، مش بيعمل اي ادوار وخلاص، حضوره في اي عمل بيكون مؤثر. وزي ما حصل السنه دي في مسلسل سوتس بالعربي اللي كان واحد من نجومه. مصطفى ازيك ومنورنا. مصطفى درويش عامل ايه؟ مساء الخير يا رامي، كل سنه وانت طيب يا حبيبي. وانت طيب ومنورنا ومبروك نجاح المسلسل، الف مبروك حبيبي. الله يبارك فيك، كل سنه وانت طيب كده والساده المتابعين كلهم طيبين، مصر كلها طيبه يا رب. امين يا رب. اعياد المسلمين واعياد المسيحيين كلنا مع بعض في ايام واحده هي مفترجه. امين يا رب. وانت طيب وبخير. كنت متوقع الحاله اللي عملها المسلسل ده في الشارع والنجاح الكبير اللي حققه؟ بص، المسلسل هي بس كان الريسك في الحته بتاعت ان احنا بنعمل حاجه مترجمه من نسخه كمان، يعني احنا بنستنسخ حاجه بالعربي، وهو كان على النسخه الاجنبي كانت عامله مشاهدات حلوه قوي، خليها رسالة لناس جامد جدا. فكنا قلقانين بس من الحته ان احنا من تعرف العقده بتاعت الخواجه دي. طبعا. واحنا برضو بقالنا كتير ما شفناش مسلسلات فورمات او متاخده من نسخه عالميه. الحمد لله، يعني تقريبا يعني الحاجه الوحيده اللي نجحت في الحته بتاعت الفورمات دي، يعني الحمد لله ما فيش حاجه نجحت بالمنظر ده، بس الحمد لله التوفيق من عند ربنا ونعمه بالله. طب خليني اسالك في الجزئيه دي، قبل التصوير شفت النسخه الاصليه من المسلسل ولا ما حبيتش تتفرج عشان ما تتاثرش بطريقه او اسلوب او اي حد من الابطال؟ بص، انا كنت عارف المسلسل بس ما اتفرجتش عليه كله، يعني اتفرجت على حتت كده، مقاطع صغيره كده عشان اعرف هو بيعمل ايه ورايح فين وجاي منين عن الشخصيه بتاعتي وبس وخلاص، عشان ما بقاش حتى يعني انا عايز اعملها مش قريبه منه، مش عايز ابقى قريب منه خالص، لازم ابقى بعيد عنه خالص، بس في نفس الوقت واخد منه حاجه من طباعه. هو دايما معروف عن مصطفى درويش في ادواره، بدايه خلينا نفتكر مثلا الدور بتاع ميت وش فتحي اللي لبسهم في الحيط في اخر المسلسل. تحس انها داري شر بس خالص والله. يعني هي بتيجي كده، طيب اعمل ايه؟ لا بس انت مركز على النوعيه دي من الادوار، ولا زي ما بيقولوا كده المخرجين حصرني في النوعيه دي؟ لا والله خالص، بص انا بختار، يعني انا مثلا راجعين يا هوا انا عامل دور صاحب خالد بليغ النبوي. أيوة. انا اللي مستقتل، يعني راجعين يا هوا ده انا الماضي متاخر جدا، انا اللي كنت مستقتل ان انا عايز اعمل في المسلسل ده شغلانه اي حاجه، بس انا عايز ابقى موجود في الشغلانه دي. محمد سلامه مخرج، وطبعا ورا كمان القصه، وخالد نبوي نجم كبير، فعارف في حاجات كده الواحد بيبقى ايه مستقتل فيها حتى لو خدت فيها الدور اللي انت ما انتش عايزه. حلو جدا، وانت تميزت بصراحه في سوتس بالعربي وراجعين يا هوا. ولكن انا عايز اسالك سؤال وهنطلع فاصل ونعرف اجابته منك. على راديو 99 زي كل سنه منورنا النجم مصطفى درويش. مكملين معاكم زي كل سنة على هوا الراديو 90-90 رامي الحلواني، ومنورنا النجم الجميل مصطفى درويش. كنت قبل الفاصل على طول يا مصطفى بسألك ان فكرة انك ظهرت في النص التاني من رمضان ده ما خلاش يبقى فيه خوف ان الناس مش هترتبط بالشخصية قد ارتباطها بالشخصيات اللي بدأت من اول الشهر؟ بص، هي دايما مش بالكم، هي بالموضوع، يعني باخدها كده مش بالكم، هي بالموضوع. وانا بالنسبة لي ان انا يعني عندي ثقه كده في نفسي ان انا عارف ان انا لما بدخل حاجه بضيف لها، فالحمد لله. يعني انا لما دخلت ظهرت في المسلسل كان في اضافه كويسه، يعني انا شفت كده من الجمهور الكلام ده ان في اضافه كويسه لدور شريف. فلا ما خفتش. ايه اللي شدك في دورك في المسلسل وخلاك توافق انك تعمله بدون تفكير؟ بص، آسر ياسين وداود، يعني هو الكرو كله جامد جدا، يعني بس طبعا آسر يعني صاحبي جدا، انا بحب الشغل معاه من اول ميت وش، وعصام عبد الحميد المخرج ده تاني مره اشتغل معاه، فهو حد قوي جدا وعينه حلوه قوي وانا شاطر جدا وانا بحبه. عاده كنا بنشوف مصطفى في اكتر من مسلسل في رمضان، السنه دي انت عامل مسلسل واحد يعني بشكل الدور الرئيسي في سوتس بالعربي، وراجعين يا هوا دور لذيذ موجود، يعني ظهر تاثيره في السياق الدرامي ده مثلا، يعني كنت حابب برضو اعرف منك في الجزئيه دي. بص، انا كنت الاول عايز انتشر، عايز اعمل انتشار على قد ما اقدر، فكنت بقعد اشتغل بقى بالثلاث اعمال والاربع اعمال في السنه في السيزون، يعني في رمضان، فكنت ببقى بموت، يعني كان معظم الاعمال انا بيجي لي بقى تعب وانا شغال وبتاع والدنيا بتبقى متكربسه قوي.
فانا خلاص انتشار. لا الحمد لله بقيت يعني تمام كويس. طيب غير سوتس بالعربي وراجعين يا هواء، ايه المسلسلات اللي عجبتك السنه دي؟ مكتوب عليا طبعا كبير قوي طبعا اكيد. النجاح الجماعي ده بيبقى حلو جدا، والاختيار طبعا يعني الاختيار مفيش بره الكلام. يا رب دايما متجمع مع كل النجوم الحلوين وكل الكتاب وفرق العمل الممتازه. كل سنه وانت طيب، وبشكرك على وقتك وجودك معانا زي كل سنه على راديو 90 90، وهنستنى منك الاكبر والاعظم والاحلى كمان ان شاء الله الفتره اللي جايه وبعد رمضان ان شاء الله. تسلم يا مصطفى ونورتنا، كل سنه وانت طيب. طيب يا حبيبي وانت طيب، ربنا يخليك. شكرا ليك يا مصطفى. دي كانت حلقتنا النهارده مع النجم مصطفى درويش، مكملين معاكم لسه لاخر رمضان زي كل سنه على هوا الراديو 90 90. كنت معاكم النهارده رامي الحلواني، سلام.